بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاء. أيها الأحباب الكرام، هذا وقت طيب في آخر النهار من يوم من أيام رمضان، حيث اشتدت الحرارة بالأجواف وينتظر الناس المغرب بشغف، وفرحتهم بإفطارهم فرحة عارمة. وإذا تأملت فرحتك عندما تشرب شربتك أو تأكل أكلتك، لعلمت أن فرحتك بدين الله عز وجل أعظم من هذه الفرحة. فكم من ضال متلبس بضلالته، وكم من حائر قابع في حيرته. أما أنت فإن الله تعالى هداك ووفقك وسددك، فلله الحمد والمنة، وله الشكر الحسن والثناء الجميل على آلائه وجوده وكرمه. ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه الفقه في الدين، والفقه في الدين أخص من مجرد العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث فيه إثبات إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة في هذا الخبر هي إرادة دينية وشرعية، فهي متضمنة معنى المحبة. ففقه العبد في الدين دليل على أن الله تعالى أحبه، دليل على أن الله تعالى أحبه. قلت: والفقه في الدين أخص وأشرف من مجرد العلم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. الحكم الملك، والعلم النبوة، فدل ذلك على أن الفقه أخص وأدق. فالفقه دقيق العلم، الفقه دقيق العلم، ليشمل الفقه سياسة العلم وحكمة العلم وأدب العلم. العلم له أدب، والعلم له حكمة، والعلم له إدارة أي سياسة. فالذي يقف على أدب العلم وحكمة العلم وسياسة العلم أوتي الفقه. وإذا نظرنا إلى فتاوى أهل العلم لوجدنا أن هذه الفتاوى تعكس تفاوت القوم في الفهم، ليس تفاوتهم في العلم، وإنما تفاوتهم في ماذا؟ في الفهم. أقص على حضراتكم قصة يسيرة تبين هذا المقصود. أن أحد الأمراء الأندلسيين، أمراء الأندلس كان غناهم فاحشا،
كان غناهم فاحشا، كان قصر الأمير الأموي بالأندلس يتنقل بين جنباته بالمراكب، يعني كانت الحدائق تسير في جنباته أو تقع في جنباته، وتتخلل هذه الحدائق الأنهار، فإذا أراد أن يمشي في حديقته مشى بماذا؟ بالمركب، للدلالة على الفخامة والسعة. انظر إلى هذا الملك العريض، كان في بلاد الأندلس، ولكن ضاعت هذه البلاد لسبب أو لأسباب أذكرها إن شاء الله تعالى في هذا المجلس. فالأمير الأندلسي لعله عبد الرحمن الأموي ظاهر من زوجته وكان محبا لها معظما، فسأل ابن المنذر سعيد البلوطي ما حكم الشرع في ذلك، ظاهر من زوجته ويريد أن يراجع زوجته، فالبلوطي بأي شيء أفتاه؟ إن أفتاه أن يعتق رقبة، فالأمير الأموي يستطيع أن يعتق 1,000,000 رقبة، سهلة جدا. إذا كان النهر في حديقة القصر يتخلل جنبات القصر ويسير في جنبات الحديقة بالمركب، فما بالك بعدد الغلمان والعبيد في هذا المكان، إنهم يقدرون بالمئات. أحد المؤرخين بيذكر أن الخليفة العباسي في بغداد كان في قصره أكثر من 6,000 عبد، أكثر من 6,000 عبد، سبحان الله. فلما يقول له اعتق رقبة، فلو اعتق رقبة سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة جدا. إذا كان القصر فيه 10,000، أي واحد من دول يلا روح أنت حر وجه الله، خلص المسألة. إيه المقصود من الكفارات؟ الكفارة نوع من العقوبة، لابد أن يكون فيها نوع من الإيه؟ من الشدة، حتى تكون رادعة، حتى تكون رادعة. لكن إذا كانت الكفارة يسيرة فالمقصود منها لم يتحقق. لو قال له اطعم 60 مسكينا، إنه يستطيع أن يطعم جزيرة الأندلس كلها، يطعم 1,000,000 بني آدم، يمد الأصمطة هنا وهناك ويطعم القوم جميعا. ماذا أفتاه البلوطي؟ قال لا أرى إلا أن تصوم شهرين متتابعين. إيه الحاجة اللي هتوجعه وهتحوق فيه؟ الصيام. شو انتوا صايمين ازاي ونفسكم المغرب كل شويه تبصوا في الساعه، وانا مش هطول عليك، تبص في الساعه ولا طول عشان نضيع الوقت؟ ايوه كده. فما بالكم بقى يقول له صوم 60 يوم متواصل. الجماعه اللي غلابه زي حالتنا دول الصيام بالنسبه لهم ممكن يكون سهل، لكن اهل الترف والغنى الذين اترعوا في نعمه الغنى فإنهم يقاسون الأهوال عند الصيام، ما بيقدروش يصوموا إلا بشق الأنفس. أنت متعود إن كل يوم يشرب له إزازة بيبس قد كده، بقه في إزازة البيبس على طول، ودايما العصاير والبتاع عامل بالضبط زي الفرخة البيضة اللي دايما تقعد تنقر. أنا بقول الكلام ده عشان أنتوا في الدواجن، تقعد إيه؟ تنقر على طول، قاعدة تنقر على طول. كذلك صاحبنا ده لابد يشرب عصاير وفواكه وبتاع، ولذلك ما شاء الله تجد الأجسام أجسام، الله المستعان. فالذي يؤذيه والذي يؤثر فيه ليس الإطعام ولا العتق، وإنما ماذا؟ وإنما الصيام. الراجل غلبان تقول له اطعم 10 مساكين، يقول لك من ايه؟ صوم 3 أيام. أيوه صوم 3 أيام مش مشكلة الصيام. لو قلت له حتى صوم 6 شهور واطعم مسكين، يقول لك لا أصوم
ستة أشهر ولا أطعمه مسكينا. انظر الفارق. إذا فتوى البلوطي للأمير الأندلسي بالصيام هذا متعلق بالعلم أم متعلق بفقه العلم؟ متعلق بماذا؟ بفقه العلم. وهكذا في كل نظير، هكذا في كل نظير. ممكن تعرض عليك مشكلة، المشكلة دي واحدة تتصل تقول لك زوجني دي مجددني وقرفني في حياتي وانا عاوز اتطلق، وانا عاوز اتطلق، كذاب وبخيل وبيصليش وقرفني في حياتي. درست المسألة وجدت انه كذلك. يبقى السؤال، هل هناك اولاد او لا يوجد اولاد؟ لو كان هناك اولاد فربما الامر يختلف. إذا لم يوجد هناك أولاد، لو ما فيش أولاد ممكن تقول لها خلاص جعل الله تعالى لك سعة، فحتى لا تكفر العشير فاختلعي من هذا الرجل، يبدلك الله عز وجل رجلا أفضل منه. طب لو في أولاد نعمل إيه؟ نقول لها اصبري وأكثري له من الدعاء واجتهدي له ومعه وزيني له الإيمان والطاعة، ومن يدري لعل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يهديه فيكون عبدا طيبا شكورا أوابا فيصلي ويرجع ويكون خيرا وبركة. من أجل ماذا؟ أن نحافظ على هذه الأسرة وحتى يتربى الأولاد بين أبويهم، لأن تفكيك الأسرة أول من يضار في هذه المسألة من؟ الأولاد. فمرة قلت لها خلصي المسألة، ومرة قلت لها اصبري، فالأمر اختلف من حال إلى حال. هذا ليس متعلقا بالعلم وإنما متعلقا بماذا؟ بسياسة العلم، بفقه العلم. وهكذا في كل نظير. ففقه العلم متعلق بتنزيل العلم على الأحوال والوقائع والمعينين، وهذا يحتاج إلى توفيق من الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به إيه؟ خيرا يوفقه أو يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين ليس بمجرد الطلب، ولكنه توفيق من الله، تيسير من الله، بركة من الله، رزق من الله. وهذه المسائل لا تعطى للعبد إلا إذا كان عبدا لله. فكلما أدام الطاعة وكلما أكثر منها وكلما مرغ وجهه في الأرض تواضعا لله أعطاه الله عز وجل. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول حق على العالم إذا شهر أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله، تواضعا لله. كلما اجتهدت في أخلاق العلم وكلما اجتهدت في إظهار العبوديات والطاعة، كلما من الله عليك بمزيد من العلم وفقهه، من العلم وفقهه. وهذا لا يكون إلا بالاجتهاد، بالاجتهاد في الدعاء والاجتهاد في العبادة. ولهذا عندما نقرأ في تراجم أهل العلم في سير الأعلام أو تذكرة الحفاظ تجد أن في كل تراجمهم أنهم كانوا أهل عبادة، كانوا أهل عبادة. المصيبة التي نعيشها هذه الأزمان أن كثيرا من طلبة العلم عندما يسلكون طريق الطلب يقصرون في طريق الطاعة والعبادة. تجد يهمل في قراءة القرآن، ويهمل في النوافل، ويهمل في القيام، ويهمل في الذكر، ويهمل في صلة الرحم، ويهمل في مخالطة الناس بخلق حسن، ويهمل في معاملة الأطفال بالطريقة الحسنة، ويهمل ويهمل، سبحان الله، ويقول أنا مشغول لأني طالب علم. هذه مسألة تحتاج إلى إعادة نظر. فطالبة العلم
بهم صلاح المجتمع. إذا ما كانوا على حصون العلم لم يبرحوها، وإذا كانوا على قواعد الطاعة لم يتركوها، بهم صلاح المجتمع. وإذا أردت أن تعرف مجتمعا فاضلا فانظر إلى طائفة أهل العلم، أين هم من هذا المجتمع، وكيف يصنعون في هذا المجتمع، وكيف يؤثرون في هذا المجتمع. فإذا فسدت هذه الطبقة اعلم أن سقوط المجتمع وشيك. وهذا من أسباب سقوط الأندلس، أسباب كثيرة. من جملة أسباب سقوط الأندلس ماذا؟ أن هذه الطبقة المؤمنة الربانية التي ترشد الناس إلى الله وتأخذ بأيديهم في طريق الله، الطبقة دي حدث لها خور أي ضعف، ودبت الأكلة في مفاصلها حتى تهشمت. لما يكون هناك إنسان والسوس يجرف عظمه، يعرف يقف على الحلو يقع. فكذلك عندما تقرأ في تراجم أهل العلم المتأخرين في الأندلس تشعر بالحسرة. وقلت لبعض إخوانكم قصة ذكرها المترجمون لبلاد الأندلس، قصة حقيقية لقاضي أندلس، قصة حقيقية لقاضي أندلس. والعجيب أن هذه القصة أتت إلى بلاد المشرق مع بعض التحريف، حصل لها تحريف، والتحريف ده طبيعة بتعتري الألفاظ وتعتري الدلالات وتعتري الأمثال والأحوال، وهذه مسألة الكلام فيها يطول. فالدلالات يحصل لها تحريف أثناء الزمن، الدلالات تحرف أثناء الزمن، فإما أن تتسع وإما أن تضيق، تتسع أو تضيق. يعني مثلا في القدم كانوا يطلقون على كل قصد حجا، كل قصد يطلقون عليه إيه؟ حجا. عندما أتى الإسلام صار الحج يعنى به قصدا خاصا، وهو قصد بيت الله الحرام والوقوف على عرفة. إذن هذا تخصيص في الدلالة، تخصيص في الدلالة. في القدم كانت كلمة الحاجب في الدولة الأندلسية، ونحن نتكلم عن الأندلس، يعنى بها رئيس الوزراء، الحاجب. الحاجب ده كان رئيس الوزراء، وكان وظيفته أنه واسطة بين الحاكم وبين المنفذين. المنفذين اللي هم مين؟ المسؤولين في البلد. مين اللي بينقل للمسؤولين في البلد توجيهات الحاكم؟ الحاجب. مين اللي ينقل للحاجب مشاكل المجتمع عبر المنفذين؟ الحاجب. الآن الحاجب حصل له انهيار دلالي خطير. لو واحد مثلا معاه معهد ولا ثانوية ولا إعدادية يتعين في المحكمة حاجب، حاجب في المحكمة، فانظر إلى هذا الانهيار الدلالي بعد ما كان رجل بدرجة وزير أول. السلطة الثانية بعد الحاكم صار ماذا؟ صار مجرد موظف الدرجة الخامسة ولا الستة في المحكمة. القاضي الأندلسي كان يقبل الرشوة في آخر أيام الدولة الأندلسية، كان يقبل الرشوة وكان يحابي الناس في القضاء. فيذكر أحد المؤرخين أن رجلين تخاصما إلى القاضي الشرعي في قرطبة، أحدهما أهدى إليه زلعة زي البلاصي، والآخر أهدى إليه بغلة. واحد إهدى له زلعة بلاصي، عارفين البلاصي؟ عارفين، عارف البلاصي يا ابني؟ بلاص المش أو مش، هو بلاص المش ده، عسل مش زي ما تحط فيه بقى، ممكن تحط فيه مية مش عسل،
تحط فيه قشر السفندي، اي حاجه بقى. يبقى واحد اداله بلاصي والتاني اهداله ايه؟ بغله، كل واحد لوحده. لما جه وقت الحكم بقى، طبعا كل واحد مديله الهديه لوحده كده في الديره بقى، يروح له بالليل ويخبط على الباب: يا معالي القاضي، دي حاجه متواضعه ما تليقش بمقامك وبتاع. يقوم مدخله البلاص، وبعد شويه يوم التاني ومدخله الايه؟ البغل. لما جاء وقت الحكم حكم القاضي على صاحب البلاص وجعل الحق لصاحب البغله. فالراجل اللي اداله البلاصي بيقول له في ابنه: يا سيدي لقد اهديتك كذا. فقال: ولكن كسرتها بغله هذا. يعني البلاصي بتاعك كسرته ايه؟ بغله صاحبنا التاني. اذا قضى لصاحب البغله، لان هديته اكبر واثمن واغلى. اذا كان هذا حال القاضي الذي يحكم بين الناس، وكان القضاة من جملة العلماء وأخلاقهم أخلاق العلماء، فإذا كان بهذه الصورة من الدناءة والخساسة، فهل تظن خيرا بعد ذلك في هذا المجتمع؟ سبحان الله، سبحان الله. لما تقرأ في كتب الفقهاء المتأخرين في بلاد الأندلس تجد أن الفقه المذهبي والتقليد الشديد هو السائد. قل أن تجد آية، وقل أن تجد حديثا، أن تجد آية أو أن تجد حديثا. الفقهاء لا يستدلون بالنصوص، ولكن غاية الأمر أنهم يفتون بأقوال المتأخرين في المذاهب، مش أقوال الأئمة، أقوال المتأخرين في المذاهب، ده الفقهاء. إذا نظرنا إلى اللغة تجد أن اللغة العربية في الأندلس بدأت تتهاوى. علماء اللغة بدأوا يتساهلون في اللغة، وبدأوا أن هم يتركوا الحديث باللغة ويحثوا الناس على اللغة. فكتب الفقهاء ركيكة، ولغتها ركيكة، وكثير منها باللغة العامية الأندلسية. كتب اللغويين كتب مليئة بالأحاج والألغاز وغير مشجعة في هذا الاتجاه. العلماء والفقهاء والقضاة رضوا بالدنية في دينهم، فكان ذلك سببا في وقوع الأندلس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانظر، يفقهه في الدين، لم يقل يفقهه الدين، وإنما قال يفقهه في الدين. لماذا؟ لأن أحدا لا يمكن أبدا أن يحيط بكل الدين، لا يمكن لأحد أن يحيط بكل الدين، ولكن يحيط ببعض الدين. ولذلك نجد الصحابة الكرام ليس أحدا من الصحابة أحاط بكل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، مفيش، لا يوجد صحابي عنده علم بكل السنة. انتبه، لأننا نجد في هذه الأزمان بعض الشباب يعتقد أن شيخه أحاط علما بكل شيء، فلو الشيخ قال له يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، وحاله مع شيخه كحال المريد مع شيخه بمصالحات الصوفية. المريد مع شيخه، أو كذلك الرجل الذي مات في حب آخر فلا يظن أنه يتركه أبدا، فلو أمره بأمر لأتمر. لا، هذا كلام غير صحيح. احنا نجد أن بعض الصحابة كان يجهل بعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتت إليه الجدة تسأله الإرث، والجدة هنا هي أم الجدة، أم الجدة، لأن الجدة المباشرة ذكر القرآن نصيبها من الإرث.
لكن أم الجدة ده المشكلة. أبو بكر قال: لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله فلم أجد لك إرثا. المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة كلاهما كان في هذا المجلس، فقام كل منهما يصدق الآخر أنهما حضرا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطيها السدس. يبقى الجدة لو ماتت وأمها موجودة يبقى الأصول وإن علت، الأصول وإن علت حكم واحد، فأعطاها أبو بكر السدس وكان جاهلا هذا الحكم. من الأعلم، أبو بكر ولا المغيرة؟ أبو بكر ولا محمد بن مسلمة؟ ولذلك يمكن للمفضول أن يحصل علما لا يوجد عند الفاضل، يعني يمكن لواحد أقل في العلم يكون عنده علم أكثر من العالم المشهور المعروف، ليس في ذلك بأس. ومن ذلك أيضا، ومن ذلك أيضا عندما أتى أبو موسى الأشعري يستأذن على عمر رضي الله تعالى عنه، والاستئذان أنه هو يدق على الباب ثلاث مرات وثلاث مرات مراعيا آداب الاستئذان، مش شيخ الباب في إيده، وإنما يدق مراعيا آداب الاستئذان، ما بين كل دقة وأخرى فترة كافية لكي يخرج من خلائه ويقيم شأنه ويعدل من حاله. لكن الدق المتواصل كأن احنا في أيام الأمن الوطني، لا، الكلام ده إيه؟ كلام غير صحيح. ومسألة أداب الاستئذان دي مسألة يطول الكلام فيها. فلما استأذن ثلاثا، يعني دق الباب ثلاث مرات مراعين الآداب، فلم يؤذن له، ما فيش حد قال له اتفضل أو ادخل، انصرف أبو موسى الأشعري. فلما قفى، قفى أي صار قفاه جهة الباب، دعاه عمر قال: ما حملك على الرجوع؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا وإلا فليرجع. قال عمر: والله ما سمعته من رسول الله، إلى آخر الخبر. يبقى عمر لم يسمع هذا من رسول الله، كما لم يشهد أبو بكر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكم بالسدس للجدة، لم يحضر هذا ولم يحضر هذا. فدل ذلك على أن الصحابي الفاضل لم يحصل بعضا من العلم حصله من هو أدنى منه. يبقى الصحابة بمجموعهم قد حصلوا العلم كله، لكن ما في الصحابي لوحده أو اثنين لوحدهم أو ثلاثة لوحدهم دول عندهم العلم إيه؟ كله، لا يوجد. فعلم الدين أحاطه الصحابة بكليتهم ليس بأحدهم، بكليتهم، ولا يمكن لأحد أن يحيط علما بكل الدين، لا يمكن أن يحيط علما بكل الدين. وإذا حدث فإن هذا من باب المقاربة، يعني من باب التقريب. باب التقريب يعني إيه؟ لسعة اطلاعه وسعة إحاطته وسعة معرفته، كأنه قد أحاط بكل الدين. يعني في شيخ الإسلام تيمية في ترجمته يقولون: وكل حديث لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ده في ترجمة ابن تيمية، إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. هل يفهم من ذلك إن ابن تيمية أحاط بكل أحاديث النبي؟ لا، هذا من باب التقريب للدلالة على سعة الاطلاع والدلالة على عظم الإحاطة، لكن ليس هذا دلالة على الإحاطة التي انتهى فيها صاحبها من حصر كل شيء. بدليل أن هناك أخبارا صححها ابن تيمية وهي لا تصح، وهناك أخبار سكت عنها ابن تيمية
لا صححها ولا ضعفها. فهل معنى ذلك أن كل خبر لم يعرفه ابن تيمية فليس بحديث؟ لا. فالمسألة هنا على وجه التقريب، على وجه التقريب. ومثل ذلك عندما يقولون فلان مجتهد اجتهادا مطلقا. عندنا الاجتهاد إما أن يكون المجتهد مجتهدا اجتهادا مطلقا، وإما أن يكون مجتهدا في مذهب، وإما أن يكون مجتهدا في فن، وإما أن يكون مجتهدا في مسألة. فمرتبة الاجتهاد يتصور فيها التجزئة، يعني ممكن لإنسان يكون مجتهد في مسألة دون أخرى. يعني ممكن واحد يسأله لو إن في هناك واحد مثلا اتنقض وضوءه هو بيطوف حوالين الكعبة يعمل إيه؟ ممكن يقول لك لا أدري ما أعرفش. بينما هو مجتهد في بعض المسائل المتعلقة بالبيوع، درسها دراسة متقنة، قرأ فيها كل المصنفات والأبحاث والدراسات، وطالع فيها فتاوى أهل العلم، وتشبع بهذه المسألة لدرجة إن عنده سيلان ذهني في هذه المسألة، يستطيع أن يتصور أجزائها، ويستطيع أن يستنبط منها، ويستطيع أن يتصور بعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة. إذن هو مجتهد في مسألة البيوع، ولكنه ليس عنده علم في مسألة الايه؟ الحج. ده متصور؟ ايوه ده متصور. اذا عندنا مجتهد اجتهاد مطلق، اثنين في مذهب، ثلاثة في فن، أربعة في ماذا؟ في مسألة واحدة. وليس من الضروري أن تجد إنسان مجتهد في جزء أن يكون مجتهدا في جزء آخر. ممكن تجد إنسان عنده علم بالفقه ولكن ليس عنده علم باللغة، أو ليس عنده علم بمصطلح الحديث. وممكن تجد إنسان عنده علم بالمصطلح ولكن ليس عنده علم بالفقه. ممكن تجد إنسان عنده علم بالفقه والمصطلح ولكن ليس عنده علم بدقائق مسائل الاعتقاد. ليه يا إخواني؟ لأن مسائل الاجتهاد ماذا؟ بتتنوع وتتجزأ. لابد أن تعلموا ذلك حتى لا يحدث ظلم أو يحدث غلو. احنا عندنا مشكلتين في هذا الباب، مشكلة الظلم ومشكلة ماذا؟ الغلو. طالب العلم لو سأل الشيخ في مسألة فأجاد فيها الشيخ يظن إن الشيخ بقى عالم إيه؟ علامة، يظن ذلك الأمر، وهذا غلو. فإذا أتقن الشيخ بعض المسائل فأجاد ليس معنى ذلك أنه صار علامة، هذا غلو وخطأ. وأيضا الوجه المقابل الظلم. الظلم يعني إيه؟ إذا سأله في أمر فلم يعرف وقال لا أدري، يقول أنت مش عارف حاجة. انظر احنا عندنا الايه؟ المسألتين المتقابلتين، الظلم والغلو. وكلا الصورتين نحن نراهما في دنيا طلبة العلم. تقول للطالب ادرس، اذهب للشيخ المدرس عنده، يقول لك انت مش عارف حاجة. مش عارف حاجة؟ ازاي؟ يقول لك انا سألته بعض المسائل وتلاقيته ابيض يا ورد. طب هو ابيض يا ورد يبقى مش عارف حاجة؟ طب ما الإمام مالك عليه رحمة الله كانت تعرض عليه النيف والثمانين مسألة لا يجيب إلا على ثلاث أربع مسائل، وبقية المسائل ما يجاوبش، يقول لا أدري، ويقول تعلمت من مشايخي ثلاثا الكتاب والسنة ولا أدري. يعني كان بيجاوب على واحد من عشرين من الأسئلة. احنا عندنا دلوقتي يجيلك الأسئلة قد كده اهو، وما شاء الله فريرة فرر كل حاجة، كل الأسئلة تجاوب فيها ما شاء الله، عندك علم غزير بالفقه والعقيدة والسيرة والتاريخ
وحتى عندك علم بالصيدلة والدواجن والطب والعظام، كل حاجة عندك فيها علم. سبحان الله، من قال في كل فن فقد حكم على نفسه بالجهل. اللي اتكلم في كل حاجة يبقى مش عارف أي حاجة. لابد للإنسان أن يعلم وأن يجهل. الملائكة، وهم الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال ربنا عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. سبحان الله. وقلت لكم الآن تعلمت من مشايخي ثلاثا الكتاب والسنة ولا أدري، فأنت في بحبوحة ما لم تفتي، ما لم تفتي، لأنك لو أفتيت تعلقت الحقوق بفتواك، وتبدأ بقى الناس تشعبط في رقبتك يوم القيامة. طب لو ما أفتيتش وقلت الله أعلم، أنا ماليش دعوة، يبقى أنت سالم. يبقى كلمة الطاحة في رقبة عالم واطلع منها سالم، كلمة صحيحة ولا غلط؟ كلمة غلط، كلمة غير صحيحة، كلمة غير صحيحة. فتحصل من ذلك أن أحدا لم يستطع أن يتقن كل شيء في الدين، أو أن يحيط علما بكل شيء في الدين، ولو وقع لأحد فهذا من باب المقاربة، ولو حدث فإنه يحدث لبعض الأفراد، لبعض الأفراد، لو حدث لبعض الأفراد لحكمة يريدها ربك. أعود أيضا لابن تيمية عليه رحمة الله. ابن تيمية عليه رحمة الله عندما تقرؤون ترجمته ترون أن هذا الرجل كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، وكان أرباب المذاهب يتعلمون مذاهبهم على يدي. يا إله، يعني الأحناف لو عاوزين يعرفوا دقائق المذهب الحنفي يعرفوا دقائق فين؟ عند ابن تيمية، وكذلك الحنابلة، وكذلك المالكية، وكذلك الشافعية. إذن هو في كل مذهب أقوى من أصحاب المذهب. يا، وكانت إحاطته بالعلوم والفنون، وكان إذا تكلم في العلوم أو الفنون أغمض عينه وتكلم كأنه يقرأ من كتاب، يغمض عينه كده ويتكلم كأنه يقرأ من كتاب. والعجيب أن معظم مصنفات ابن تيمية لم يكتبها بيده، وإنما أملاها، وإنما أملاها. أردت أن أنا أختبر المسألة دي، وجبت بعض الكتب التي نقل فيها نقول أهل العلم، وبدأت أراجع النقول كأنها بالنص، كأنها بالنص. يا إله، يعني الفرق حاجة بسيطة، يعني إلى عن في، حاجات بسيطة زي دي بالنص، ونقول قد تصل إلى الصفحات. ولا تقل لي بأن الكتب كانت معه كان ينقل منها، لا، كان يقرأ في الكتب ثم يلقي ويملي، يعني كان يقرأ ويملي، وهذا دل على حافظة شديدة جدا. ولك أن تعلم أنه كان لازال صغيرا، لازال صغيرا، وكان معلوما بشدة حفظه. شيد اللوح وراح الكتاب، فقابله أحد المشايخ قال له أنت أحمد بن عبد الحليم؟ قال له أجل يا سيد. قال ما معك؟ قال هذا لوحي. قال أمحو ما فيه. فرح شاطب إلا فاللوح، فأمله 60 حديثا بأسانيدها طبعا، 60 حديثا، وقال انظر فيها حتى تسمعها. قال ولما أنظر فيها سيدي؟ والله لقد حفظتها عندما كتبتها. يا إله، يعني هو بيكتب بإيه؟ بيحفظ ولا الكمبيوتر. الراجل تعجب فسمعها له، ثم بعد ذلك أملاه 60 حديثا من الأفراد المنتقاة، يعني مش ورا بعض، حديث من البخاري وحديث من مالك وحديث، جاب له 60 حديث متفرقات من الأفراد بقى. وإيه اللي حصل؟ أول ما خلص آخر حديث كان مسمع له، فحكم له بالذكاء
وقال إن يعش هذا فسيكون له شأن. والمقصود أن الإحاطة بالدين كله هذا أمر عسير، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يفقهه في ماذا؟ في الدين. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يشفى مرضانا ويرحم موتانا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن ينصر إخواننا، وأن يجبر كسرهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن ينصرهم على عدوهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.